كتير مرات لما منكون عم نركض ورا أحلامنا مشان نحققها منتفاجأ بشي كتير حلو بطريقنا ومنصير نتعلق فيه لدرجة إنه هالشي ممكن يصير أهم من الأحلام اللي رافقتنا طول عمرنا، وحتى ممكن يصير هو الحلم اللي نحن عم نركض وراه. وهذا الشي اللي صار مع أبيمانيو بهالمدينة، وكمان نيها اللي بلشت تحب وصار هالشاب جزء من أحلامه. بس أبيمانيو عنده شعور بالذنب لأنه كذب عليها، ونيها ما أنا حاسة، وكلنا منعرف إنه الارتباط اللي ببلش بكذبة ما بيكمل. وما مننسى هي عندها نظرة مسبقة بخصوص أولاد المسؤولين، وممكن ما تتقبل الحقيقة اللي ما بتعرفها. وكمان أبيمانيو لقى بنيها الحب اللي بيحلم فيه، ومستعد يعمل كل شي ممكن ينعمل مشان ما يخسر لنيها ويضل معها، لأنه هي صارت بالنسبة لإله أهم شي بالدنيا. الامتحانات قربت وأنا عم أقضي وقتي كله بالتحضير والدراسة، حتى على الشغل ما عاد رحت هالفترة. قلي ليش أصرت علي إني أجي؟ القصة بصراحة إنه في شي بدي أقلك إياه. لك شو عم تعمل؟ مرحبا. مجنون. شكله غريب. ما توقعتك تعمل هيك شيء. لسه ما شفت شيء. ايه خرجوا بالسهل. بس يلا نشوف شو رح يصير. خلاص. جاهل. شوفوا شو رح أعمل. الحقيقة أنا كنت بدي أعترف لك إني. ليش حلوة؟ اطلعي فينا شوي. نحن أحلى من يلي معك. اتركيه بتاعي قاعدي معنا. يلا تعالي لعنا يا قطة. شكله عصبي. شو هالحكي يا سلام؟ تيجي تقعد معنا. يلا هلا بنشوف. أبي وقف. شوف حبيبه هو يلي جاي يقعد معنا. تعال هون. شو بدك؟ انت ما عم تحكي هدول؟ شو عم تحكي لي؟ هات نفسه ابن المسؤول. صوره يلا يلا صوره. شو بدك فينا؟ تعال معي شوي. خلص تعال. يلا روح. اذا بترجع لهون مره ثانيه رح اكسر لك اسنانك. يلا عود بقى. ايه روهان؟ ليك شغل التلفزيون وتفرج على الاخبار. كيف؟ برجع بحكيك. خبر عاجل، قام ابن احد المسؤولين اليوم ظهرا بافتعال شجار في احد مقاهي المدينه. يلا ردي على التليفون. يلا ردي بترجاكي. ما عم صدق. نيها اسمعيني بس شوي بترجاكي. نيها بعد عني ابهي. لا تكوني مفكر حالك ذكي وفيك تضحك علي بكل بساطة. نيها بترجاكي لو سمحتي. ولا حرف. إذا مرة تانية بتحاول إنك توقفني بالطريق أنا رح أخبر الشرطة. عم تفهم علي؟ نيها حياتي كلها ما تعرفت على شب تافه وكذاب مثلك أنت. حل عني. إذا مرة تانية بتحاول إنك توقفني بالطريق أنا رح أخبر الشرطة. عم تفهم علي؟ حياتي كلها ما تعرفت على شب تافه وكذاب مثلك أنت. بابا بابا أنا ارتكبت أكبر غلطة بحياتي وماني عارفة شو بدي ساوي. أبي مانيو كلياتنا ممكن نرتكب أخطاء، بس الشيء الأهم أنه نحن نعترف بأخطائنا ونحاول نصلحها بأسرع وقت. كل إنسان عنده فرصة مشان يصلح الأخطاء اللي ارتكبها، وتذكر أنه هالفرصة صعب تنعطى للإنسان أكثر من مرة. اسمعني يا أبي، لازم تستغل هالفرصة وتوقف مرة تانية وما تخلي أخطائك تدمرك. أنا واثق فيك إنك رح تصلح أخطائك. بتشكرك بابا، بوعدك صلحها. انتبه على حالك. بيقولوا حبل الكذب قصير كتير، والحقيقة دائما بدها تظهر بالآخير. مثل ما شفنا أبي مانيو خسر البنت اللي حبها مشان كذبة صغيرة. كان كل هدفه منها إنه يعجب نيها، بس هو ما رح يستسلم وبده يصلح هالغلط، وخصوصي بعد كلام أبوه اللي أعطاه دافع كبير لحتى يعمل هالشي. بس هالشي ما رح يصير بمجرد التفكير فيه، لازم يعمل فعل بالمقابل. بس يا ترى شو الشي اللي ممكن يعمله أبي مانيو لحتى يصلح هالغلط؟ معقول تروح وتترك كل شي؟
أنا من الأساس قلت لك ما تحاول تتقرب من هالبنت، بس أنت ما رديت علي وببساطة قررت تستسلم وتمشي. ليش ما عم ترد؟ جاوبني بصراحة، أبوك حكى معك شي؟ أبي ليش ما عم تجاوب؟ احكي شي. هي أنا أبي بضلوا يعيط علي، بيقول إني تافه وما بنفع لشي، ما تهتم باللي بيقولوا أهلك، لو شو ما عملت ما رح يقولوا غير هيك. روهان، اللي بيقولوه عنا صح، نحن عن جد ما بننفع لشي، بس هلأ صار الوقت لبلش دور على أبي مانيو الثاني، هداك اللي حبتهن إياها. خلص روق، استنى شوي. اسمع روهان، بمومباي كله أنا ما عندي صديق غيرك، قضينا سوا وقت حلو كتير، بس هلأ خلص بدي أرجع لحب حياتي، وكل اللي محتاجه أنه توقف جنبي. بترجاك، بس عندي سؤال، نيها يا ترى عندها شي أخت أصغر منها؟ ليك يا ابني اسمعني منيح وضلك متذكر كلامي، ماشي؟ ماشي. بالحقيقة هي المدرسة إلى أكثر من سنتين مسكرة لأنه ما في ولا أستاذ قبل يجي يدرس فيها. إيه؟ أما بالنسبة لإقامتك فاطمن، نحن رح نأمن لك مكان تسكن فيه ببلاش. ممتاز. بس أنت بالمقابل لازم تعلم الأولاد الموجودين هون، اتفقنا؟ أكيد. هذا هو المكان اللي أنت رح تعيش فيه، وموجود جوا كل الشغلات اللي ممكن تحتاجها، وورا البيت في حمام عمومي، تمام؟ ماشي؟ وبعدك أني أعمل كل جهدي لساعدك تحقق هدفك، وأي شيء بتحتاجه فوراً دق علي الباب، أنا جنبك. شكراً. فضلك. أهلين نيها، حذري شو صار؟ إجانا أستاذ جديد ليعلم بالمدرسة، وكمان هو قبل يعلم الأولاد من دون ما ندفع له أي شيء. عن جد؟ إيه عن جد؟ شوفي طيب، أنا رح أجيب أغراضي من السكن. أيكي. ما بطول عليكي. نيها، لازم تسمعيني شوي بترجاكي. روحي أنت وأنا بالحال. طيب ماشي. اللي شو بدك مني؟ ما كفاك اللي سويته فيني؟ بالأول كذبت علي وهلأ جاية لتكذب على هالمساكين؟ أنت ما بتمل من التمثيل أبداً؟ تذكر يلي رح أقوله منيح أبي مانيو، لو شو ما عملت أنا مستحيل سامحك وأنسى كذبك علي، لأنك جرحتني جرح كبير كتير. أنت بتتوقع أنسى جرحك بهالسهولة؟ يعني مفكر إذا عملت هالشي ممكن أني أرجع لك؟ تعرف أنه أنا ما حبيت حدا بحياتي غيرك بسبب كذبك، وشي اللي عملته فيني تأكد أنه أنا هلأ ما عاد رح أقدر أحب حدا تاني ولا رح أقدر أوثق بحدا أبداً. نيها، أنا بعترف أنه أنا غلطت وأنا عم بحاول صلح الغلط، بترجاكي صدقيني ما كان قصدي أخدعك أو أكذب عليكي، ولا حتى أجيت لهون لأخدع الناس المساكين. أنا أجيت مشان دور على أبي مانيو اللي حبيتي وتعلقتي فيه. الإنسان اللي حبيته مات وما عاد رح أحب حدا غيره. بترجاكي تعطيني فرصة، صدقيني ما رح أخذلك. نيها، بتمنى تسامحيني، أنا رح ضل عم بستناكي لأنه عندي ثقة بحبك إلي، ورح ضل حبك طول عمري، وأنا ما رح أسامحك بنوب.